5, 4, 3, 2, 1. السلام عليكم. قد خد نقولوها. السلام عليكم. تحية كبيرة. تحية كبيرة الناس ديال تازة. واش تازة العليا ولا تازة السفلى؟ تازة العليا. خوتي العزاز صبارو، حنا كنا مغاربة. اليوم تتواجدوا فين؟ مدينة فاس، سوق الأحد. كل شيء ضوا. تحية للمغاربة فين ما كانوا. خويا انتم بيا عاوش الراية ولا كسابة؟ كسابة اخويا. شنو يستطيع اللي جبتو اليوم؟ نجي عندكم. اللهم بارك. ورينا اخويا بياسة بياسة. تحية الناس ديال تازة من هذا المنبر. تحية. جبتو اخويا هذا الكروس ياك؟ البيكر كروس. دير اخويا امر شعافك. تبارك الله عليك اخويا. المليح المليح. خويا اش من موديل فيها هذه؟ 2022. والثمن ديالها اخويا التالي مليون 110,000 ريال. تحية للعزاز. كل شيء الله يسكت اخويا. صافي سكت بيس. اللهم بارك. اسكت اخويا. هذه الكروس الثانيه تبارك الله. هذه 2021. الثمن ديال اخويا الثمن زويون ها 15000 درهم. وهذه 16000 درهم. نجيو لعند الاخ ديالنا اللي عيط لنا. خليكم اخويا خليكم. الا انتم غير هرابه خليكم براسكم. كي كنتو خليكم. دابا كلكم مشيتو من تازة لفاس. كي جاكم السوق ديال فاس بالروج ولا لا؟ شنو تقولوا للمشاهدين؟ ديروا ابوني وبارطاجيو لنا الفيديو وصيفطوا لنا الكومونتير ودعموا اخوكم ناصر الطريره. تضربوا تمار. ها انتم اخوتي. ها انا وريكم. ونزيدكم واحد حاجه اخرى. اقسم بالله راه باش نجيو لسوق الاحد راه ما تنجيوش بيليكي. راه تنشدو طاكسي ب 16 درهم وتديني ب 16 درهم باش ندير لكم الفيديو. والله راه عالي القسم بالله. كل شيء لله. خوتي الاعزاز تحيه كبيره اخويا. جيتوا لفاس وهذا النهار عيدكم مبارك سعيد. كي دوزتوا دوارتكم كليتوا اللحيمه مع راسكم المفور. هذه هاي كلوند فيها هذه وهذه ماشي ديالكم. هذيك تبيعات هي. الله يسخر الله يسخر الله يسخر. ها الهاي كلوند اخويا شحال الثمن ديال ديك الهاي كلوند؟ سمك الله. الاخ ديالنا سي بدر والاخ ديالنا سي الياس والاخ ديالنا سي يوسف والاخ سفيان بعلوان سي كمال. اخ ديالنا انت انت ولد فاس. سمك الله اخويا. انت مخبى على رجع الله. هادشي شوف اخوتي الناس ديال تازة. راه عندي العشاق الكليان ديالي وعندي الناس المشاهدين المتابعين ديالنا وصحابنا الدرايبية عاوش الراه تيعيطوا لي تنتواصلوا انا وياهم في الواتساب. وتحيه للمغاربه من طنجه حتى للقويره. والله يجيب التيسير اخويا. وشكرا لك. وديروا ابوني وبارطاجي وبارطاجي. السلام عليكم. تحيه كبيره للمغاربه. السلام عليكم. في الفيسبوك عندي ناصر الطالياني 22 وفي اليوتيوب ناصر الطالياني في الفرنسي. وتحيه لكم اخوتي المغاربه وشكرا على الدعم ديالكم. شكرا شكرا. احسن يوتيوبر غير يوتيوبر غير على قد العالم. شكرا شكرا. هانتوما تتشوفوا الاجواء ديال مدينه فاس اخوتي. العشاق ديال الهاي كلوند العشاق ديال الهاي كلوند. السليعه السوق بدا يخوى اخوتي صراحه الله. حيت كاينه واحد الموجه ديال الحراره ما غنقول لكمش اخوتي. كاينه واحد الموجه ديال الحراره ديالك هذا اخويا ماشي ديالك. ديالك العشير ماشي ديالك. ما كاينش مولاها. ماشي مشكل كلشي ديال الله. راه كاين الجديد كاين السليعه اخوتي صراحه الله. زيد مولاي الشريف كاين سلعه كاين سلعه كاين ولله حشم. السلعه راه موجوده تريبورتورات جميع السلعه كاينين. وتحيه كبيره خويا. بيني وبينكم راه شي ثلاثه د المرات التليفون تيطفى لي حيت راه كاينه واحد الموجه د الحراره اخوتي ما نقول لكمش اخويا والله. اش من موديل في هذه؟ 2024 هذه. هذه الثانيه ياك اكس ميل ولا اير ميل؟ اكس ميل. هاي اكس ميل. خويا شحال الثمن ديالها عافاك؟ شحال؟ مليون 14000 ريال. انت تشوف اخويا الاخ ديالنا المحترم هاي لقيتك واحد الثانيه في الكحل اكس ميل كل شيء ديال الله مليون و14000 ريال اخويا. وتقاد شي شويه في الثمن مولاها تقاد صافي ياك اخويا تقاد. الله يطولنا في عمركم الله يرحم الوالدين. خويا العزيز تخلينا شي رقم الهاتف ديالكم اخويا. راه عندك ياك بحليل الله يرحم الوالدين. صفر الصنعه ما سيدي السوق رخيص الثمن. وان القلموزي راه رخيص.
الله يفاجئها عليك اوليدي ولاد البلاد. 06 حبيبي 06 98 92 99 66 99 والثمن ديالو التالي اخويا. ايوا الثمن التالي ماشي مشكل. قول لي نسمعوا. ها هو دابا حنا كلشي كيركب ما عندناش غرام د المشكل. مرحبا. حنا بنادم ما تيعشق الموتور وتيبقى بيناتنا شي حاجه بسيطه ما تنخليوش يمشي على رجله. هذه هي الهضره ديال الرجال. غير التويمين بغينا نعرفوه. التويمين نحسبوا له بشي 10300 درهم. هل معقول؟ اذا صاحبنا عفوا سمحوا لي راه ما عرفتش ما صحيح 10300 درهم هو البيع ديالها. وشكرا الاخ ديالنا والله يرحم اللي ولدوك. شكرا بزاف الله يطولنا في عمرك. ايوا راه على طبيعه الحال راه مور العيد تتكون القضيه من هذا. الله يستر عليك. شكرا الله يرحم داك الوالدين. شكرا بزاف. هذه كوبر اخويا اش من موديل فيها الشريف؟ هذه 2020. شي ثمن زويون ديال اخويا 7200 درهم. هي 144 ألف ريال. 144 ألف ريال. الأصل طيب أخويا تبان معنا نسى ماشي مشكل. مرحبا أخ ديالنا. خليك على عشير. كي داير بخير؟ لاباس عليك أخويا. أنت بيع 10 ريال مرضي ولا كاتب؟ بيع 10 ريال. هذه بيعتها مزيان أخويا 140 ألف ريال. 144 ألف ريال. هي 7200 درهم. شهاده ملكيه الميتير اور ريكل مغرام ديال اللعب ما كاينش. خلينا الرقم الهاتف ديالك عافاك. 06 72 85 69 12. هذا الرقم ديال الهاتف الاخ ديالنا سماك الله شريف السي بن عيسى بيع شري قديم بنتي ليا. وسمح لي اخو بن عيسى وشكرا لك والناس الطيبين اللي خطيك علينا وشكرا بزاف. شكرا اخو بن عيسى. البياسه ديالو تبارك الله اللهم بارك اخويا العزيز. دير واحد الاطلاله على البياسه تجيب سلعه مزيانه. هذه كوبر قال لك 7200 درهم. هي 144 ألف ريال. كلشي ديال الله. هذه 2007 ولا 2008 خويا؟ بوستر ياك. بوستر خويا الثمن ديالو عافاك 7000 ديال الدرهم خويا. بانت لي بياسه نقيه خويا نقيه اللهم بارك. كلشي ديال الله. انتم تشوفوا هذا البوستر 2007 2008 كلشي ديال الله اخوتي. انتم تشوفوا المليح كلشي ديال الله ما كاينه ديالها. انتم تشوفوا داكشي غايه خويا العزيز. خلينا الرقم الهاتف الى شرا خاطرك. شحال الرقم الهاتف ديالك؟ 06 70 84 13 78. وشكرا وسمح لنا الله يطولنا في عمرك. انت بيع 10 ريال غني على التعريف. وشكرا حبيبي الله يطولنا في عمرك. انتما تشوفوا البوستر اللي بغاها اخويا يتصل بالاخ ديالنا المحترم. شكرا لكم الاعزاز المحترمين كلشي ديال الله. انتما تشوفوا العشاق ديال البوستر بياسه نقيه اخويا راه ما غنكذبوش على الله. راه قال لك الشريف عاود تفكرني في الثمن اخويا. شحال قلت لي الثمن؟ 7000. هي 140 الف ريال. 7000 ديال الدرهم خوتي الاعزاز المحترمين. شكرا لكم وتحيه لكم وتحيه لخوتي وخواتاتي. الله يستر عليكم العشاق. المهم السوق راه بدات يخوى خوتي باش تعرفوا واحد القضيه. السوق راه بدات يخوى. المهم اخوتي حنا خارجين من السوق. السوق راه بدات يخوى خوتي. القضيه راه خاويه. كلشي ديال الله. تحيه لكم كبيره والسلام عليكم. الشعر ديالنا الله الوطن الملك اخوتي العزاز. تحيه كبيره.